يا ابني انت عيل صغير، حد يسيب بيت ابوه يمشي يا فاروق؟ طفشت يا زين، طفشت وما بقتش قادر استحمل يا اخي، دول اللي يمكن يكونوا اخواتي ابدا. وانت جديد عليك في ايه؟ ما احنا عارفين طبعهم من زمان وخلصنا. كنت مستحمل بالعافيه. طيب استهدى بالله كده واشرب الشاي وروح بيتك. انا مش هروح، مش هروح، انا هشوف لي اي حته اقعد فيها عشان اشتري دماغي. غير عيب ايه شوف لك اي حته تقعد فيها؟ غير عيب انت اخوك موجود، انت مالك انت؟ اهو ده بقى بالذات ما ينفعش يا زين، انا لو قعدت عندك النار هتشعل تاني زي موضوع الصيدليه بالظبط، فاكر؟ ما عايزينك تقطعني ولا ايه؟ سلام، ده هيبقى يوم المنى بالنسبه له وبالنسبه لي والله. بس انت بتهزر، انت بتهزر يا زين. انا جاي قفشها وبتاع. خلاص خلاص استهدى بالله كده وروق وهتتحل ان شاء الله، فكك منهم بقى خالص وطنشهم وتعالى اقعد عندي. يا سيدي لا، بعد اذنك يا زين سيبني على راحتي، انا هشوف اي حته اقعد فيها لحد ما اشوف اعمل ايه. طيب خلاص اشرب الشاي. طب بقول لك ايه، واللي شوف لك مكان تقعد فيه. فين؟ يا اهلا وسهلا يا فاروق يا ابني، والله زين حكالي عنك كتير. والله يا حضرتك يعني انا من كتر كلام زين الحلو عنك خلاني عاوز اجي واسلم على حضرتك واشوفك. الله يسلمك يا ابني من كل راضي، اهلا وسهلا. معلش عم جاهد، كان عندي طلب سخيف كده. انت زين تطلب تأمرني؟ الله يعزك رب الامر الله. فاروق اذ امكن يعني يبات عندك لحد الصبح. الله يا ابني شرف يا انس، بس لحد الصبح ليه؟ ما انت عارف البيت اهو طويل وعريض وانا قاعد فيه لوحدي، تقعد معايا على طول يا ابني. ده لا ربنا يخليك يا حاج، هو ان شاء الله يعني هيكون لحد الصبح مش اكتر. والله يا عم مجاهد انا لولا ان ابويا واخويا موجودين كنت جيت قعدت معاك. لا يعني ما هو مش للدرجه دي يا زين. ده انت على راسي من فوق يا حبيبي. الله يعزك يا رب. بيتك. الله يخليك. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا ما يحرمنا من لسانك اللي بينقط عسل. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الان.